بسمع صوت اسعافات بروح اجري جري عشان اطلع اشوف في ايش قريب نستشهد ولا لا. ويعني لما بصحى انا بسمع صوت صواريخ كتير شديدة وقوية، وبسمع اسعافات رايحات جايات، وبسمع ناس كتير بتصيح. بروح بطلع هيك بلاقي ناس صغيرة بيتة متقطعين وناس عايشين. أنا عايشة مع ماما وبابا وإخواتي ورسيد. إحنا بنعيش في خيمة كتير صغيرة وما فيش فيها وسع. ارفع راسك لفوق. شكرا بابا. أكون عايشة زي ما بعيشوا أطفالنا، زي ما بعيش الناس في دورهم أمانين وما فيش فيه خوف، لسه عايز زيهم. كان عندي تسريحة يا ستي كنت دائما أنشط عليها الحين صرت أنشط على ستات سيارات. طيب الله يا ستي إن شاء الله بنروح بشتري لك أحلى تسريحة وأحلى تخت وبتنامي علينا. تعال هلا. يعني نقف طابور على المي والمية مالحة، والمية المالحة بتأثر على الكلى، ولما تأثر على الكلى بدنا نسيب العملية، ولو كمان فيش مصاري ما فيش حل مش رح نعمل العملية. يلا عنا الغسالة حلوة وكل شيء كويس، وإن شاء الله ربنا بعودنا من نقصع الغسالة ونخبط على فرمة طيب ونوفر ونشرب الحمد لله بإذن الله يا أنا أول ما رحت على الدكانة كتير شديد وكويس، أحسن ما يكون وضعه هيك سيء مش كويس. حال غزة كتير صعب 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 صعب. حبهن وحدات من هذا كتير استشهدوا من صاحبة، في ناس ما استشهدناش هذا كل هذا. رجل بهيك يا ستة، أي رجل. الجمال راحة الدار. مين بجهز النار؟ كل الوضع يا ستي صار اليوم يا عالم ممكن تموت ويمكن رايس إن شاء الله وبيت الله.
نفسي ارجع على الشمال اشوف بيتا اذا صف ولا لا. اقعد اللعب قبل تتطاول. يلا حط اعمل هيك. يلا 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 تخبير تخبير فخك يا هاشم اعمل هيك. يلا 1 2 3 4 5 6 لما ننزل على الدار شو بدك تعمل؟ لما نروح على الدار بدي ابششكم نرجع زي نطلع على الفيسبوك يا عمي على المنتزه يا عمي نطلع على دار اختي شيرين الهواء 20 نفسي أعيش في أمان.